أنا أتواجد الآن عند شارع المدارس، مدارس الأونروا التي تحولت إلى مراكز إيواء شرق مخيم جبالية، مباشرة مع نهاية هذا الشارع حيث شارع السكة، ونزوح المواطنين لا زال مستمرا نتيجة سلسلة الغارات والأحزمة النارية. الأهالي هؤلاء تحركوا بعد سلسلة الغارات التي تم شنها وهم يدخلون إلى مراكز الإيواء، هذه مراكز الإيواء مكتظة عن آخرها. الأخطر أن الشظايا تصل إلى مراكز الإيواء بشكل متتالي. الغارات في الشارع خلف هذه المراكز لم يتوقف طيلة الساعات الماضية ومستمر أيضا خلال لحظات وأخرى. يتم تسجيل مزيد من الغارات من الطيران الحربي، تم تدمير ونسف عدد من المنازل في شارع السكة وفي شارع المدارس وفي شارع عماد عقل، ونحن نتحدث عن الخاصرة الشرقية لمخيم جباليا، فيما مست الغارات أيضا المناطق الشمالية والمناطق الغربية لمخيم جباليا وهي مستمرة بشكل هو الأعنف وفق الأهالي هنا، حتى مقارنة بفترة بداية الحرب والمناورة البرية التي شنت ضد قطاع غزة. عدد من الإصابات تم تسجيلها بين النازحين وتم علاجهم في العيادات الموجودة داخل مراكز الإيواء، وبعضهم تم نقله إلى مستشفى كمال عدوان. عدد من الأهالي أيضا لا زالوا تحت الأنقاض في منزل بقرب مسجد أحمد بن حنبل الذي تم تدميره عند شارع السكة. هذا صوت إطلاق الرصاص من قبل طائرات الأباتشي، طائرات الاستطلاع تقصف والطائرات الحربية وأيضا الآليات التي تتمركز شرق جباليا وعند المنطقة الشمالية. هذا المشهد في شمال قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مخيم جباليا.